الراديو 90-90 هواها مصري. مسلسل الكود المرصود مع محمد نشأت وياسمين دياب، تأليف هشام يحيى، على الراديو 90-90 رمضان زي ما تحب. غطيني يا هاني، ولع نار تحتي يا راجل، هموت من الساعة يا هاني. يا تهاني، أنا حاطت عليك طلب بطاطين ولحافين، ده غير إني ملبسك الشرز بتاعي. شرز؟ عمر أنا بترعش كده ليه يا هاني؟ أكيد خدت حمى من بكتيريا التلاجة اللي كنا فيها. أكيد أنا شكلي اتحسدت يا هاني، والنبي أنا شكلي خدت حمة النفاس. نفاس إيه يا وليا، وإحنا متجوزين لسه ما كملناش 5 شهور. أنت أكيد اتفيرستي من جوه القذارة اللي إحنا كنا فيها دي. كان يوم اسود يا اخويا يوم ما تحولنا تلاجة. بس اشمعنى انت يا اخويا كويس وانا متدرمغة كده؟ الله جرى يا تهاني، كل واحد ومناعته بقى. انا نفسي افهم البني ادمين بيتعاملوا مع التلاجات بالشكل ده ازاي يا هاني؟ ازاي بيجيلهم نفسي ياكلوا من مكان موبوء زي ده؟ البني ادم يا تهاني عدو نفسه. عموما احنا ملناش دعوه بحد، ادينا اتعلمنا ان احنا ننظف تلاجتنا ونهتم بيها وخلاص. دلوقتي بقى قومي يلا بينا. اقوم فين يا راجل؟ قومي دخل الكود يا تهاني. هو انت حد مسلطك عليا يا راجل؟ والنعمه انا كده هفيص منك يا هاني. يلا يا تهاني بقى بلاش صلبطه. الله، انا متاكد ان احنا لما نلاقي الكنز اكيد هتخف يا تهاني. اخف؟ استرها يا رب. على مهلك يا تهاني، بالراحه يا حبيبتي. مش قادره يا هاني، جسمي كله مكسر يا اخويا. تستهدى بالله كده والنبي واجل حكايه الكود دي لغايه ما اخف. يا ولية انا مش عايز اضيع اي محاوله لينا، وأوعدك لو لقيت الكنز هرميكي في أكبر مستشفى في البلد. نعم يا أخويا ترميني؟ قصدي حوديك يا حبيبتي. هو أنا أقدر استغنى عنك يا تهاني يا حبيبتي؟ ده أنت الضفر اللي بيطير منك بقرة فقرب منه يا تهاني. يلا بقى يلا ركزي بقى عشان ندخل الكود. أبوس إيدك يا هاني والنبي تركز. ما تخافيش أنا وجدتها. 5 2 2 2. يا نهار أبيض، إيه ده يا هاني؟ إيه الفروة اللي بقت على جسمي دي؟ يا ريت يا تهاني، يا ريت. انت مش شايفه شكلك يا اختي؟ مش شايفه؟ انت بقيتي نعجه يا تهاني ولا بقيت خروف؟ يا نهار ابيض، هي ناقصه نتحول اغنام؟ الحقونا يا ناس. يا هاني انا تعبت من اللف على رجليا طول اليوم يا راجل. الراجل راعي الغنم ده من صباحيه ربنا بيلف بينا في الشوارع. هو بيحاول يبيعنا يا ولية. مصيبة لنقع في ايد حد عايز يعمل عقيقة لابنه ولا حاجة. ايه ده، قصدك ايه يا هاني؟ ودي فيها قصد. ساعتها انا وانتي هنبقى منورين في طبق الفاكهة. ادعي بس ان احنا ما نتبعش لغاية ما اللعنة دي تخلص. يا نهار ابيض، تبقى مصيبة لو اتذبحنا يا هاني. بس انا مش قادرة يا راجل، انا تعبت من اللف يا اخويا، انا جعانة قوي يا هاني. ما تخافيش، اكيد الراجل ده هياكلنا اكلة معتبرة. يا سلام، وايه اللي خلاك متاكد قوي كده؟ اكيد يا ولية، ما هو عشان يسمننا ويكبرنا وبعد كده يبيعنا ونتذبح والشوربه بتاعتنا تبقى مليانه مرق. تف من بقك يا بعيد، انا لسه صغيره على الذبح يا اخويا. بس تصدقي يا تهاني، انت شكلك حلوه قوي وشكلك احلى من الاول كمان وانت نعجه. يو بقى، والنبي كنت لسه هقول لك نفس الكلام يا هاني. انت اللي لايقه عليك قوي يا هاني. يا نهار اسمر، الحق يا تهاني، الراجل الراعي ده هيعمل ايه؟ ماله يا اخويا؟ ده واقف قدام مقلب الزبالة وبيهشنا عشان ناكل من الزبالة. يوم سبتك السودا يا تهاني، هو ده يا اخويا اللي هيأكلنا أكلة معتبرة؟ مش كنت جعانة؟ اتفضلي يا أختي كلي، قدامك أوبن بوفيه أهو. والنبي ما مد بوزي أبدا لو هموت. الراجل اللي ما عندوش ضمير بيأكلنا من الزبالة دي، حتى لحمتنا تبقى ريحتها نتنا. الله الله الله، استني يا تهاني، ده الراجل حط لي قصعة فيها أكل، شكله استنضفني عندنا الخرفان يا ولية. طبعا، وانت شوية يا هاني، طول عمري اقول عليك خروف مالي فروتك. ايه ده، دي القصعة مليانة ملح يا تهاني. ملح ملح يا اخويا، اهو احسن من الزبالة. انا ريقي نشف، احنا لازم نشرب مية بسرعة. وانا كمان يا اخويا لساني شق قوي من الملح. هو الراجل ده بيعذبنا كده ليه؟ ده نصاب يا تهاني، بيأكلنا ملح عشان نشرب كتير ووزننا يتقل واللي يشترينا يفتكر ان لحمنا كتير. ايه ده الحقني يا هاني، ده في زبون بيجرني من قروني. ايوه انا شايف، شكله معجب بيك يا تهاني. وانت هتقف ساكت كده يا راجل؟ ما تضربه بقرونك دي. اخاف يا تهاني اخاف، والله كان نفسي والله حبيبتي، بس انا خايف ياخدني معاك. الحقني يا هاني، الراجل ده هيشتريني، ده بيدفع الفلوس للراجل. ايه علي يا بيه، والنعمه انا واكله زباله ما يغركش وزني. الحقني يا هاني انا هتذبح.
ما تسيب مراتي يا راجل انت. الله، بقول لك ايه، انا مراتي ما تتعاملش نيفة، انا بفهمك اهو، يعني عايز تعديها كباب وماشي، انما نيفة لا. باي باي يا تهاني، الوداع يا نعجتي الحبيبة، هتوحشيني والله. مسلسل الكود المرصود مع محمد نشأت وياسمين دياب، تأليف هشام يحيى، على الراديو 90 90 رمضان زي ما تحب.